له أثر طيب في نفوسنا والله. وأقول له، قبل 3 أيام جاء رجل إلي وقال لي: متى الشيخ سليمان يأتي إليكم؟ وقال لي: كلما نظرت ورأيت وسمعت تلاوته ازددت شوقا وحبا إلى الاستماع تلاوة القرآن الكريم المبارك. نسأل الله أن يبارك في حياتكم، وحياكم الله وبياكم، وزادكم التوفيق حسنا وصوتا وجمالا. فأولا ألتمس من أخي الشيخ محمد سليمان الشهاب فليتفضل مشكورا منا ومأجورا من عند رب العالمين. فضيلة الشيخ محمد سليمان الشهاب الذي أتى إلينا من مصرنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ
ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما من جاء بالحسنة فله خير منها من حسنة فلا
حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأن أتلو القرآن إن
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله.
ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله فمن اهتدى فإن ما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم تعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.